الاموال جاي تاخذوها السياسيين يبيعونها باسواق الاسواق السوداء على مود تطلع خارج العراق، ما جاي يستلمها التاجر. التاجر الحقيقي اللي جاي يجي فواتير يروح يشتري ب 160 الف الورقه، بينما السياسي يروح يشتريها ب 26 يستفاد 14 نمره بالورقه 46 ويبيعها ب 160، يعني فرق 14 الف بالورقه الوحده، يعني بالشده جاي يربح 1,400,000 كلها بجيوب الفاسدين والسياسيين وجهات سياسيه اللي مسيطره على هذا الملف. والله لا الان ولا بعدين راح يفكر سياسي بمصلحه المواطن، يجب على الحكومه اتخاذ الاجراءات الرادعه، ومن خلال قناتكم الكريمه اطلب من الحكومه لو تحل هذا الملف لو تستقيل افضل لها، لان هذا اول ملف يواجه حكومه محمد الشياع السوداني، اذا ما استطاع يحله خليه استقال احسن له، لان اكو فاسدين ما جاي يطلقون له ايده.